لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، وحجةً للسالكين، وحسرةً على الكافرين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما عرف بربه ودعا إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فما من يوم إلا والساعة أشد منه، وما من كربة إلا ويوم الكرب أعظم منه. تعددت أسماؤه وأظهر الرب سبحانه وتعالى فيه غضبه، وما من لفظ وما من مسمى تكثر أسماؤه عند العرب إلا لعظمته فيهم. عد ابن كثير أكثر من 80 اسما ليوم القيامة، وهذه الأسماء هي حكاية حال عما سيرد عليه الناس غدا، أسماء تصف ما يحويه هذا اليوم وما يختلف الناس فيه،
هذا يوم عظيم، أرد مضاجع الصالحين وأصابهم بوجل دائم في قلوبهم حتى يؤمنهم ربهم غدا. قال الله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فإذا كان ثمة المؤمنون يشفقون منها ويخافون من الورود عليها، فكيف بمن عظمت جناياته وسودت صحيفته وزادت على ربه جراته؟ هذا حري به أن يديم النظر على ما هو وارد عليه غدا. إن من أعظم أوصاف يوم القيامة أن الرب سبحانه وتعالى سماه زلفا قريبا جدا. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة. وقال الله عز وجل: أزفت الآزفة. وهذا لشدة قربها جدا، حتى أن الناس كأنهم يتصابون السقاية فلا يستطيعون أن يرفعوها، فيعود على مثل هذا الحال من السرعة فينقضي الأجل. ويا ليتها تنطوي الصفحة ولكنه يبدأ الحساب. وسماها الرب سبحانه وتعالى الواقعة، وعبر عنها سبحانه وتعالى بالتحقيق في وقوعها، فقال: إذا وقعت الواقعة. فيكفي أن تسمى واقعة لتحقق وقوعها، ليس لوقعتها كاذبة. هذا سيرد عليه كل الخلائق بين يدي الله، ليس لوقعتها كاذبة، لن يفلت أحد من الجزاء والحساب. سيحاسب الناس على كل شيء، على الصغير والكبير والعظيم والحقير. فمن أين يأتي الأمن والتكذيب بالعمل؟ ليس لوقعتها كاذبة. ثم أضاف سبحانه وتعالى بأداة الشرط التي تفيد تحقق الوقوع، فقال: إذا وقعت الواقعة، ولم يقل إن وقعت الواقعة. فهذه مؤكدات تلو مؤكدات أننا سنرد عما قريب على يوم يشيب فيه الولدان. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فإذا ذكر العظيم سبحانه وتعالى شيئا وعظم شأنه، دل على ما هو فيه من القدر والهول. قد كان يكفي أن يشار أنه يوم الدين، يوم الجزاء، لا، بل قال: يوم عظيم. فهذه العظمة تختلفه لما فيه من الحساب والأهوال والجزاء. وهذا خطاب لقلب يعي ما يسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه أهوال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هو قدر العظمة فيه؟ شيء يطيش فيه العقل.
ويا ليته قصص يخبر بها عن الناس. لكني أنا الذي سأورد على هذه الأهوال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع هذا الرضيع على الجنين لا تدري عنه شيئا، أهوال هائلة، رضيع تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يتقاذفون ويتهارجون ويتساقطون، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما يبدأ العذاب بعد يوم القيامة ليس فيه العذاب، العذاب بعد انقضاء عرصات يوم القيامة في النار. فلماذا وصف يوم القيامة بهذا الوصف؟ لماذا قال نوح عليه السلام على قومه وهو يسمعهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم؟ لماذا يخبرهم بذلك؟ وعلى أي شيء سيرد الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذه الأهوال، فأول هذه مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، قال صلى الله عليه وسلم يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فأرى موسى عليه السلام باطشا بالعرش فلا أدري أصعق ممن صعق أم أنه جوزي بصعق الطور، أي أنه صعق يوم الطور لما قال رب أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لم يحتمل الجبل، الأصم الصخور العاتية لم تتحمل تجلي الرب عليها، جعله دكا وخر موسى صعقا، لا يدري ما الذي حدث، لم يحتمل. هذا في دنيا الناس، جبل أصم صخر هائل صار دكا، لا رأس ولا قاع، سوي تماما، فأغشي عليه وصعق، فلعل هذه بتلك فلم يصعق يوم أن جاء ربك للفصل بين الناس، والناس في المحشر يموج بعضهم في بعض، وتدنو الشمس منهم مقدار الميل فيغرقون في عرقهم، ويصيبهم من الكرب ما يصيبهم. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقال الثلاثة من أمهات المؤمنين عراة ينظر بعضهم إلى بعض، هذه تتكلم عما تحويه من الحياء والعفة، يحشر الناس عراة ينظر بعضهم إلى بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يبصر شيئا آخر وهو يقول الأمر أعظم من ذلك، ينظر الأمر أعظم من ذلك.
فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يأتي الناس يوم القيامة الظاهر والباطن سواء، لا يستر الباطن ولا يستر الظاهر، عراة مجردون، يستوي فيهم الظاهر والباطن، يموج بعضهم في بعض في فتنتهم، والشمس قد قاربت والسماء تمور فوقهم حتى أنها ستزول، والبحار سجرت صارت نارا، ويغرقون في عرقهم على أهوالهم هذه، فيقولون في بدء الحساب وذهاب الهول لا يظنون أن ثمة عذاب أعظم مما هم فيه، فيريدون في بدء الحساب ولو أن ذهب بهم إلى النار. مساكين الخلائق لا يصبرون، كما أنهم لا يصبرون على موارد الهلاك في الدنيا، شهوة يعلمون أنها تورث النار ولا يصبر عليها، بل يقتحمها وهو يدرك أنه يتعرض لعقوبة الله ولا يبالي. لماذا ترد موارد الهلاك؟ أما تخشى على نفسك؟ لا يستطيع صبرا، قل الخوف من الله، لا يدري على شيء سيرد عليه، ما حقيقته؟ فتأتي الخلائق آدم عليه السلام، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. وهذه الشفاعة في بدء الحساب ليست شفاعة في دخول الجنة والنجاة من النار، في بدء الحساب. فيقولون اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون أنت أول رسل الله إلى الأرض، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول إنه كانت لي دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول إني كذبت 3 كذبات، وهذه كلها في الله، لم يكذب، وأنها من قبيل التعريض الذي أباحه الشرع، لكنه في مقامه اعتبرها ذنبا. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فيأتون موسى عليه السلام، من هؤلاء؟ هم خيرة خلقه، من هؤلاء أولو العزم من الرسل؟ من هؤلاء؟ هم أحب خلقه إليه، يجثون على ركبهم، يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وقد قتل خطأ، فوكزه موسى فقضى عليه، لم يقتله عمدا، اذهبوا إلى غيري. فيأتون عيسى فلم يذكر ذنبا عليه السلام، فيقول اذهبوا إلى عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والذي سيذهب هنا ليست أمته وإنما البشرية بأسرها. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها
أنا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فآتي ربي فأدخل عليه في داره، أي في جنته، فأسجد له فيفتح علي من المحامد ما لم يفتح علي قبل، فيظل يثني على ربي بما لم يستطع أن يثني عليه من قبل. فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. وقل تسمع. ذهبت الدنيا بأسرها وما فيها من المخالفات والتجبر وسوء الأدب. هنا يظهر من محمد صلى الله عليه وسلم. قل تسمع، قل تسمع في هذا اليوم الذي قال الله فيه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. ثم يشفع في الناس في بدء الحساب. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: يا رب لبيك وسعديك. فيقول الله عز وجل له: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 نفسا إلى النار، يبقى واحد فقط ينجو. قال صلى الله عليه وسلم: وقتها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى حين يسمعون هذا النداء، يتساقط الناس من هول ما سمعوا، فتغير وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه علتهم الكآبة حين سمع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. تغيرت وجوههم تماما. قال: وأينا ذلك الواحد؟ إذا كان ينجو من كل 1001، أينا ذلك الواحد؟ ما الذي فرق بين الصحابة ونحن؟ لماذا لم يصب الإنسان فزع شديد حين يسمع هذه الأخبار وهي حق لا مرية فيه؟ أجمعت أمة الإسلام من محققيها ومتوارث السنة فيها أن هذا الحديث صحيح ثابت في الصحيحين، حق سيحدث. لماذا لم نفزع؟ لأن القلب ليس القلب الذي يستقبل الأمر والنهي والحال. نحن نعتبر أنفسنا في مأمن. ما الذي أمننا؟ الغرور. لا عمل ولا صك غفران ولا سبب نجاة في الأيدي. ما الذي أمن العباد على هذا الحال من السوء الذي نحياه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 1999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم فسري عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وما أنتم في من سبقكم، أي من الأمم، إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. يعني عددنا بالنسبة لمن سبقنا من الأمم التي كفرت بالله سبحانه وتعالى عدد يسير لا يظهر منا، وهذا يدل على كثرة الهالكين، كثرة الهالكين. فإياك أن تغتر، كل هؤلاء سيدخلون النار، كل هؤلاء سيدخلون النار إن كفروا به سبحانه وتعالى. من أنت حتى تحدد من الداخل ومن الخارج؟ قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولن يسوي الله قط أبدا بين من وحده وبين من أشرك به. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لن يسوي الله بين من وحده وبين من كفر به، وبين من أطاعه وبين من عصاه. هذا لابد أن تعيه جيدا، فهذا نزل به القرآن تباعا. تابع القصص وانظر مصارع القوم أين كانوا وإلى أي شيء صاروا. هذا اليوم سيرد كل امرئ فيه يحمل شأنه وحده، فلا الذي يطلبه من مدح الناس سيكون دافعا له، ولا ما يستدفع به سيكون عذرا له. فما تعمله اليوم انظر فيما تبدي لنفسك غدا من الأعذار. هل مخالفتك هذه لأمره عذر لك لأن الناس يفعلون، أو لأن الناس قالوا، أو لأن الناس ينظرون إلي نظرة؟ هل كل هذا سيكون لك عذرا بين يدي الله؟ والله ثم والله ثم والله لا يكون العبد مؤمنا حقا حتى يفزع قلبه من هذا اليوم قبل مماته. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يدخل عليها الداخل ثم يخرج من العصر حتى بعد المغرب وهي تكرر هذه الآية. فهذا وصف للمؤمنين ملازم لقلوبهم، كيف يسمع الخبر في القرآن وعلى ما يرد عليه ثم ينسى ذلك؟ كيف؟ فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما كما في حديث أنس: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، وما تلذذتم بالنساء على الفرش لتطيش منكم هذه. وقال صلى الله عليه وسلم في تقدير الله سبحانه وتعالى في عدم سماع الأحياء صراخ أهل القبور: لو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأسمع الناس حتى يبصروا ما معنى كلمة عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. فعقوبته على قدره، كما أن جنته وفضله على كرمه، فلابد أن تعي ذلك جليا. فما أعد الله سبحانه وتعالى أعد بأسمائه وصفاته وأفعاله هو، لا كما تتصور أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 40 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، أو إن كانت لكافية أشد نار في الدنيا من البراكين من أفران الحديد وإذابته، هذه ليست جزءا من 40، ضعف. فقالوا: إن كانت لكافية هذه تكفي. فإن الرجل يقف
أمام خبزه وهو يطهى يكاد وجهه يتساقط من شدة حره، فكيف إذا ألقي في هذا التنور؟ فكيف إذا كان العقاب من جنس نار جهنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ولكنها فضلت عليها، زيدت عليها، ضعفت عليها، ثم أعد الناس إعدادا مناسبا لهذا الذي سيلقون، سواء في النعيم أو كان في الجحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إن سبيل الهلاك ينحصر في طريقين. الطريق الأول هو ركوب الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يستدفعها عن العبد ولا يذهب أثرها من القلب إلا ذكر الخوف من الله. وثمرة هذه المخالفة وما هو ملاق غدا إذا اقترف هذه أو اقترف تلك. فكلما اتسع علم العبد بما هو وارد عليه كان له التأثير الأعظم في إحجاب نفسه عن مساخط الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يواطئ بفرجه حراما ولا بعينه حراما ولا لجوفه حراما ولا ينصت بأذنه إلى حرام، فيصير مشغولا بالسؤال وما الذي سيقوله إذا عرض على ربه غدا. الطريق الثاني للهلاك هو طريق الشبهات التي تشككه في الحق، وهذا لا يستدفعها العبد عن نفسه إلا بالعلم النافع، والعلم النافع هو علوم الوحي. يعلم الكتاب والسنة تفصيلا، كلما زاد علمه كلما اندفعت عنه الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله عز وجل عبده فيقرره بذنبه ويضع كنفه عليه فيقول: يا رب ألم تغفرها لي؟ ألم تسترها علي؟ فيقول: لما فعلت كذا؟ يوم كذا وكذا. هذا في عبد سينجو. لما فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ هذا سيرد عليه، سينكشف الحجب له، فيقول: يا رب ألم تسترها علي؟ ألم تغفرها لي؟ فيتساقط لحم وجهه خجلا من ربه ويظن أنه قد هلك. قال صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن غيره سيعرض عليه فيناقش. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله،
ألم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك يا عائشة، إنما ذاك العرض، عرض العمل، ومن نوقش الحساب عذب. نوقش ما فعلت، يقول يا رب فعلت، دخل في التبجح، وقعت عليه العقوبة. وأسوأ الناس حالا من برر لنفسه في الدنيا، لأنه لن يلهم التوبة. وأرجى الناس حالا بعد ذنبه من انكسر قلبه بخطيئته واستحيا من ربه. أما أن يقع في الذنب ثم يضع لنفسه المبرر للمخالفة، هذا لن يتوب، لأنه رأى نفسه جنى وهو على الصلاح، وأن يجتمع ذاك مع هذا. فمن جملة هؤلاء يعرض عليه العمل فيقول يا رب لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيقول الله عز وجل له أظلمك كتبتي الملائكة؟ فيقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، وهذا تعريض بهم وتعريض بالله، فيختم على فيه. أسكت، انقضى الحال، فتنطق الجوارح، يا الله، ستنطق الجوارح، بل وستنطق الأماكن، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ستقول الأرض التي عصيت عليها فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا هنا علي وكذا، ستشهد لك. ثم تبدأ الجوارح في الفضيحة، فتقول العين أنا للحرام نظرت، وتقول اليد أنا للحرام بطشت وامتدت، ويقول الفرج وتقول القدم وتقول الأذن، ثم يفض الخاتم عن فيه فيقول سحقا لكم وبعدا، فعن كن كنت أناضل، لماذا كنت أنظر؟ أليس لأمتعك؟ تأتي اليوم وتشهدين علي. ويقول الأذن كذلك، ألم أستمع للغناء للغيبة والنميمة والأفلام وأمتعك؟ هذا يوم تقولين فيه كذا. ويقول لفرجه ويقول لقدمه، ولن ينفعه ذلك، ثم يؤخذ به إلى النار. لن ينفع العباد يومئذ إلا عمل صالح بذلوه لله وحده. فإذا شاركوا معه غيره في نواياهم رد عليهم عملهم. قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث تصيبه النغشة ويغشى عليه من شدة هول هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم عالم، وفي اللفظ الآخر قال قارئ القرآن فيأتي الله به فيعرفه نعمته، من الذي علمك؟ من الذي حفظك؟ من الذي جود تلاوتك؟ من الذي أحلى صوتك؟ فيعرفها فيقول نعم يا رب أنت الذي أعطيتني. فيقول فما عملت فيها؟ قال يا رب علمت فيك العلم وتعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقال كذبت، كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. مغشوش يعمل في غير معتمل.
قال صلى الله عليه وسلم: فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم، ويؤتى برجل استشهد في سبيل الله، هذا في ظاهر الناس، هذا فيما يراه الناس، فلا تجازف تقول فلان شهيد وفلان كذا، هذا لا يعلمه إلا الله، فيعرفه نعمته، من الذي أعطاك هذه الجرأة أو هذه القوة وهذا الثبات، فيقول: أنت يا رب. قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. وقد قيل: الذي أردته أخذته، أنت كنت تعمل للناس أخذت، قال الناس فيك جريء، ووضعوا لك النياشين، ووضعوا لك الورود على القبر، وفعلوا، فمن نجا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه النجاة الوحيدة في بذل النفس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. من هؤلاء؟ ويؤتى برجل جواد فيعرفه الله نعمته عليه فيعرفها، فيقال: فما عملت فيها؟ من الذي أعطاك المال؟ فيقول: أنت يا رب. قال: فما عملت فيها؟ قال: بذلت فيك المال. قال: كذبت، ولكنك بذلت ليقال جواد. وقد قيل: أنت كنت تريد هذه، تمشي بين الناس ينظر الناس إليك نظرة الكريم المن عليهم، أعطيتها وقال الناس فيك هذا فلان جواد كريم يعطي الناس ويساعد الفقراء، أنت كنت تريد هذه، لا تريد الأجر ولا تريد الآخرة. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. فكيف بالزناة والقتلة وأكل الرشا وشاهد الزور؟ كيف بأصحاب الكبائر؟ كيف بمن أضاعوا عمرهم كله في مخالفة أمر الله؟ كيف إذا أتوا على يوم ربي قد غضب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ كيف هم ملاقون؟ ليس لها من دون الله كاشفة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فأين تذهبون؟ هذه أحوالنا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يسأل ويجازى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تجازون، لا تحاسبون، كما قال علي رضي الله عنه: فتعالى الله الملك الحق. أي أن الله عز وجل يتعالى ويتعاظم أن يخلق خلقا ولا يجازيهم، لا، لا بد أن نجازى. يتعالى الله عن هذا العبث. فلا تظنن ولا تسولن لنفسك أن الذي ستفعله لن تلقاه غدا، لا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وكذلك السوء، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.